هانتوما هي المتابعين كيحشموا ودخلوا. ما تخرجوا خصنا تنحيدو من قبالتهم، عاد كيخرجوا ياكلوا كيتخباو. ومن بعد المشاهدين ما عطينا القنية ديالنا تاكل، دابا تابعونا يلا هي المتابعين. من بعد ما عطينا القنية ديالنا ومن بعد ما عطينا الفليسات ياكلوا، دابا حنا جينا نخبزوا العجينه ديالنا، شعلنا الفران ديالنا ودابا حنا جينا نخبزوا. وانا كنشارك معاكم هذا الشيء الروتين ديالي اليومي. ها انتم اخوتي وكنتمنى تدعموني، كنتمنى تدعوا معايا ومع اختكم. ها انتم اخوتي انا كنشارك معاكم بعد اخوتي ما طاب لينا الخبز من بعد ما خرجناه من الفران. ها انتم كيفاش كيجي، ها انتم اخوتي كيجي زوين وكنتمنى يعجبكم. وشكرا وشكرا لكم على المتابعه. السلام عليكم اخواتي، كي داير لاباس عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا اخواتي على المتابعه، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. الاجواء على براق الطبيعه، كل مره وفي كناخذكم. ودابا يعني كنطيبوا الغداء على برا، ما شهيناكم تبارك الله، عرفتوا الماكله كتجي شحال بنينه. الطبيعه يا سلام، خيرات ربي، اللهم لك الحمد. كما كتشوفوا نهار اليوم زوين، الواحد كيخرج كيبدل الجو والطياب على برا، كيفتح الشهيه. وكما كتشوفوا الكسيبه كترعى على برا، الواحد يعني كيشوف هاد المناظر. نتمنى كل واحد انه يقدر يمشي للباديه ويستمتع ويبدل الجو، لانه كيحس بالراحه النفسيه وكيرجع بطاقه جديده، خصوصا يعني العطله كتكون تقريبا شهرين. يدي وليداتو اللي عنده عائلتو الله يخليهم له، نتمنى ان شاء الله يكون كيستمتع عندهم كل بلاصه وزيها وتقاليدها. وحنا كنشاركوا معكم حويجات من البساطه ديالنا. شكرا على المتابعه ديالكم، تهلاو فريوسكم.